بمناسبة ذكرى عيد استقلال المجيد، ذكرى المسيرة الأخرى، كتنظم المديرية الإقليمية اليوم تظاهرة رياضية اللي هي البطولة الإقليمية العدوية. هذه البطولة اللي كما كتعرفوا كتعود من جديد بعد ما توقفت لمدة سنتين بسبب ظروف الجائحة. اليوم الحمد لله الوضعية الوبائية تحسنت، وبالتالي رجعت مع الحياة المدرسية، رجعت مع الرياضة المدرسية للمستوى اللي كانت عليه من قبل. وكيف ما كتلاحظوا فهاد التظاهره عرضت مشاركه 52 مؤسسه تعليميه ما يزيد عن 600 تلميذ وتلميذه اللي شاركوا في التظاهره. والهدف الاساسي لها هو يعني اختيار التلاميذ اللي غادي يمثلوا المدير الاقليمي على المستوى الجهوي في التظاهره الجهويه. ونتمنوا اليوم بطبيعه الحال التوفيق انهم يمثلونا على المستوى الجهوي لما لا يتاهلوا حتى المستوى الوطني. بهذه المناسبة كنبغي نشكر كل من ساهم في نجاح التظاهرة على رأسهم السلطات المحلية السيد عامل خاصة، وكذلك السلطات الأمنية السلطات الصحية، ومن طبيعة الحال الطرق الإدارية والتربية على مستوى المديرية اللي تقريبا واحد أسبوع ديال الاشتغال يعني في ميداني من أجل إنجاح التظاهرة. الحمد لله التظاهرة مرت في ظروف جيدة. كذلك ما يميز التظاهرة هي أنها أول تظاهرة كتعرفها المديرية من بعد ما نضم قطاع الرياضة لوزارة التربية الوطنية، ومن طبيعة الحال هذا ما غادي يكون عنده واحد الأثر جد إيجابي إن شاء الله في قادم الأيام، حيث أنه غادي إن شاء الله نركزوا على في العمل ديالنا على كل ما هو رياضي، وإن شاء الله غادي تالي هذه البطولة إن شاء الله مجموعة من التظاهرات، وغادي ندعوكم كصحافة مواطنة إن شاء الله من أجل تغطية هذه التظاهرات. مرة أخرى كنشكر الجميع وشكرا جزيلا على الاستضافة. السلام عليكم، معكم عزيز فارسي عضو اللجنة التقنية في المديرية الإقليمية في مسيل. اليوم كنتواجدوا بمناسبة إقامة البطولة الإقليمية لمديرية المسيك للعدو الريفي. كما تبع الجمهور الكريم والحضور الكريم عرفت نجاح كبير جميع الجوانب الجانب التقني والجانب التنظيمي بحضور عامل عمالة مقاطعة بنسيك، كذلك حضور سي جودار ومجموعة ديال الشخصيات والفعاليات الرياضية، كذلك حضور السيد رزيق وكذلك حضور مجموعة ديال الأبطال والأطر الإدارية والتحلية اللي شاهدت معنا هذا الحدث، وكانت النتائج في المستوى العالي، حيث أن هاد التلاميذ اللي تأهلوا غادي يشاركوا معنا إن شاء الله في البطولة الجهوية يوم 15 بالمطاف بمديونة اللي غتنظم جهة الدار البيضاء الكبرى الصاد. شكرا لهنا 24 على التتبع ديالكم وعلى المسيرة ديالكم والتشجيعات ديالكم المتواصلة. شيماء الصوفي ولي سيماش أنا الثانية. كان تنظيم مزيان ودوزنا حساب مزيان. نشكر أستاذة مولي. كيفاش كتشوفوا الحظوظ ديالك في البطولة الجهوية اللي غتقابلها 15 مليون؟ إن شاء الله نجي أنا المرتبة الأولى. ان شاء الله نتمنى لكم التوفيق. تابعونا في قناة اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصية الجرس باش يوصلكم كل جديد. ديروا شير الفيديو وبارتجوا الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.